رئيس فاشل لجنة الكرة بالزمالك، مرتضى منصور وفيديو غريب، حسين لبيب يعترف، زوجة مؤمن زكريا وكارثة أحمد سالم، مبروك لشيفو، الحلفاوي فشل في الترند، والمزيد والمزيد من الأخبار يا غاليين. مساء الخير على حضراتكم، وأهلا بيكم يا غاليين في حلقة جديدة من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المثقفين الرائعين المميزين. شعارنا الله فوق الجميع، ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون ابيض. المثقفون الرعون يلتقون في امسيه جديده من امسيات الجريء، وبرحب بحضراتكم يا اجمل واروع ناس في الكون. بنقول في البدايه مبروك لشيفو، حيث استقر مجلس اداره نادي الزمالك على منح محمد عبد الشافي نجم الزمالك ونجم النجوم وكابتن الكباتن، مهمه في الجهاز الفني، هتكون مهمه اداريه في الاول، وربما تطور ليصبح مثلا مديرا للكره. حسين لبيب اتكلم امبارح على قناه اون تايم سبورت ان عبد الشافي هيكون له اكثر من دور داخل القلعه البيضاء، ودور مع اللعيبه ودور في الملعب، بس يرجع بالسلامه من الاصابه. ننتقل من المناظر الجميله للمناظر المسيئه. واحد اسمه نبيل الحلفاوي، فنان غابت عنه الاضواء، فبيحاول يرجع الاضواء عن طريق نادي الزمالك. كل شويه يخبط في واحد، كل شويه يخبط في الزمالك، كل شويه. يعني هو اهلاوي، خلاص خليك اهلاوي، خليك في الاهلي، اتكلم على الاهلي. اخر حاجه ليه بقى يعني بعد السوبر عمال يهلفط، عايز يعمل ترند، بس كلامه مش نافع طبعا، السن ليه حضور يعني. فاخر حاجه بيخبط في ابراهيم عبد ابراهيم فايق، فابراهيم فايق رد عليه بطريقه ظريفه جدا، ممكن تتابعوا المواضيع دي عبر الانترنت، وبيقول له لا انت واضح قوي ان انت زملكاوي. وبعدين رد عليه التاني قال له والله انا ما زملكاوي ولكن انا اعلامي. قال له اه اصل انت ابراهيم الفايق لما بتكون في حاجه الزمالك بتبقى زملكاوي، بتكون حاجه في الاهلي بتكون اهلاوي، يعني تريقه. بس المهم الراجل اخر له تحياتي يا فندم، والله انا مش زملكاوي يا قبطان، شرف ليا الانتماء لنادي الزمالك بكل تاكيد، لكن الزمالك لديه اعلامه وابنائه المخلصين المعروفين اللي بيأدوا عملهم محبه كبيره. طبعا الراجل بيرد بطريقه رائعه جدا، أنا إعلامي فقط، أحمل مسؤولية تقديم ما يليق بلدي، ولست منتميا لأي نادي في مصر. شكرا لحضرتك على كلامك وثقتك الكبيرة، أمر غير مستغرب على شخص يمتلك ثقافة ووعي. يعني رد عليه رد تحت الحزام. فبنقول له يا أستاذ نبيل، حضرتك أهلاوي، خليك في الأهلي، ما تشغلش نفسك بالزمالك والناس الزملكاوية والناس المحترمة. يعني مثلا حاجة زي كده اكتبها عن شوبير، خلينا مرة كده بنشوفك بتخبط شوبير ولا بتهبط مع شوبير. الترند ما بيجيش يا استاذ نبيل غير يعني اقول ايه، يعني حاله مرضيه الناس اللي بتدور على الترند. ننتقل لموضوع اخر، زوجة مؤمن زكريا وكارثه احمد سالم. الكابتن عبد المجيد عبد الغني قال ان كان في مكالمه من زوجة مؤمن زكريا وصلت معاه وقالت له ان هي حزينه الموقف الاخير، واتفاجئت بامر الامر بتاع موضوع السحر. وبعد الموضوع ده مؤمن زادت معاناته، ويعني راح هناك وشاهد ما يقال عنه السحر، وتحامل على نفسه وذهب مع اصدقائه وتاكدنا انه ليس ساحر. احنا عارفين دلوقتي الناس بتحقق معاهم في النيابه ومتوجهه ليهم اتهامات خطيره جدا جدا، وعيب ان اي حد يستغل مرض مؤمن في هذا الموضوع. نفاجئ بعد هذا الكلام وتحقيقات النيابه وبيان الداخليه، نلاقي شخص فنان يعني ممثل فاشل وفي غفله في الزمن، عشان عمل حوار لحسين لبيب قبل الانتخابات، كافئه حسين لبيب ان عينه متحدث رسمي نادي الزمالك، محدش كان يعرف عنه حاجه. نقوم امبارح بالليل يقوم مستضيف واحد شيخ ولا واحد صحفي ولا، ويقعد يتكلم عن نفس الموضوع، ومؤمن هيرجع الملاعب في شهر نوفمبر. تعالى اسمعكم عشان تضحكوا على الفشله لما يتلزقوا. انا يعني انا مؤمن بعد ما هتسمعوه في الفيديو ده ان لازم هو وضيفه برضه هما كمان يتحولوا النيابه، لانهم بيزيدوا من معاناه اللاعب الخلوق مؤمن زكريا. تعالوا نسمعه مع بعض ونشوف الناس دي برضه، هو ما عرفش هو كمان بيدور على الترند ولا هو ايه بالظبط. يعني حضرتك فاشل كممثل، حضرتك فاشل ك مقدم برامج، حضرتك فاشل ك متحدث رسمي باسم مجلس اداره نادي الزمالك، مش عارف حتى حدود وظيفتك، ليه بتزيد معاناة اللاعب مؤمن زكريا؟ تعالوا نشوف اللي طلع بيه امبارح ايه، ومين اللي التاني بيتكلم بيقول ايه، وحاجة تقرف.
بطل الداعية وصاحب فيديو التنبؤات بشفاء مؤمن خلال أسبوع بعد الوقعة. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. صديق واحد اسمه عبد الرحمن بيقول اللي هو صاحب التوقعات خير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير، أهلا إزيك أحمد محمد، بيه؟ أهلا أهلا بيك يا بيك فندم، وقناة الشمس والبرنامج الجميل الناجح تحت الشمس فعلا أشكرك يا بتابع فندم، مصر شكرا العربي. جزيلا، أهلا وسهلا. أشكرك. أستاذ عبد الرحمن، حضرتك علقت على الواقعة وتوقعت أو تنبأت بشفاء مؤمن من السحر ومن المرض. تمام، هل حضرتك زي ما قلت مثال، أنا أول واحد قلت من حوالي شهرين إن في شفاء لمؤمن زكريا وإن هو يعود للملاعب المصرية. وفعلا مؤمن زكريا انا باكد والقناة الشمس انفراد، مصر كلها هتشوفه في الملاعب المصريه في شهر 11 وشهر 12 القادم، مؤمن زكريا يرجع يلعب في شهر 11 يرجع و12. يلعب وهيكون موجود في الموسم الجديد في شهر 11 وشهر 12، وانا بقولها لمصر كلها وللعالم. وانا واقف قاعد كده عشان ايه، مش عايز نفسي تغم عليا سواء من المحاور او الضيف. المحاور هو السيد الممثل اللي فشل، كان ممثل وفشل واشتغل في قناة الشمس تجمعنا، وفي غفلة من الزمن بقى متحدث رسمي باسم نادي الزمالك العظيم. استضاف واحد اسمه عبد الرحمن بصل بيتكلموا برضه على الواقع. انا اطالب بالنيابه العامه بتسحبهم هما الاثنين وتحقق معاهم، لان ده بيأثر على الحاله المعنويه وبيلعب بالناس بقى، ان السحر والشعوذه والكلام الفاضي. الناس اللي عملوا موضوع الشعوذه ده في النيابه. طب مين عبد الرحمن بصل ومين احمد سالم؟ لازم يتاخدوا يتحقق معاهم. الموضوع مش موضوع الهاء الناس، اهو المتحدث الرسمي بيشارك بعد ما قرار وزارة الداخلية والبيان بتاع وزارة الداخلية، وبعد ما اللاعب اتأثر نفسيا وزوجته طلعت اتكلمت وقالت قد ايه، برضه بيلعب على مشاعر واحاسيس الناس في هذا الموضوع ومشاعر واحاسيس اللاعب، وبرضه مصر انه يلهي الناس عن فوز الزمالك بالسوبر. انا شخصيا اطالب وزارة الداخلية بتحقق معاهم، والشركة المتحدة للاعلام تشوف حالة لعملية الهطلة اللي بتحصل دي. نسيبنا من اخونا ده اللي منك لله يا حسين يا لبيب، اللي بنيت الزمالك بيك وبمجلسك وبالناس دي، ولكن لكل ظالم نهاية. يعني نقول لهم عفيفي يخافوا ويكشوا. يلا موضوع كهرباء وإمام عاشور اللي عمل بوم امبارح، وفي ناس مش صدقه وفي ناس مش مصدقه. انا برضو برجع اقول، انا بقول خبر بيتم التمهيد ليه، في ناس برضو مش مصدقه ان يتم التمهيد ليه. طيب هديكوا واقعتين حصلوا امبارح عشان تتاكدوا ان يتم التمهيد. طلع الاخ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك وحكى امبارح انه كان بيعمل عمره وقابل امام عاشور في العمره، وكان معاه بعض اللعيبه زي الونش وحسام اشرف، واتقابل معاه وهو طيب جدا وقال له انا مش بحب اعمل ازمات والدنيا قلبت عليا ومش احسن حاله، كلام زي كده. لاعب من الزمالك الفايزين بالسوبر بيحكي قصه ملهاش اي 100 مليون لازمه عشان الناس تعرف انه طيب جدا، وامام عاشور يعني بيعمل عمره وولد امور وجميل. خلي بالكم بالتمهيدات عشان انا هتني دايما ادي لكم التمهيدات. على الجانب الاخر، الجانب اللي هو عايز يرجع لنا امام عاشور، طلع محمود ابو الدهب لاعب الاهلي السابق واخرين يعني، بس انا بديكم امثله. مسخر بكرامته الارض، قطع وقال مستواه متراجع ولم يجد نفسه في الاهلي، وجمهور الاهلي غضبان منه، وامام عاشور شايف نفسه ومحدش عارف يسيطر عليه، وقلنا قبل كده انه صفقه لن تفيد الاهلي، وسبق واكدنا ان صفقه امام عاشور هتبوظ النادي الاهلي ولن يقدم اي شيء للفريق، وامام كل اللي بيفكر فيه انه يغيظ جماهير الزمالك، وانا متاكد ان الاهلي مش هيستفيد باللاعب في اي حاجه، المفروض انه جاي يلعب مش جاي يغني، والحقيقه انا مش عارف هو ليه عامل فيها عبد الحليم حافظ. ده كلام ابو الدهب. طبعا احنا عارفين ان اي حد اهلاوي ما بيطلعش يتكلم من فراغ، في لجان مشغله الناس دي برواتب، واحنا نزلنا فيديوهات بتؤكد كده قبل كده. فجانب من الزمالك بيمهد ان هو طيب، وحاجة دي حوارات مسجله امبارح على فكره، وجانب من الاهلي مش هيفيد الاهلي وعامل له نفس عبد الحليم حافظ. خلي بالكوا يا اذكياء يا مثقفين من التمهيدات، علشان ده شغل في الاخر حسين لبيب او لبيبو وبيبو. ننتقل شيء اخر كان صادم للجميع، حيث خرج الاخ هاني شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك وقال انا هعلن لكم اسم رئيس لجنه الكره في الزمالك. ايه يا عم هاني؟ ده تصريحات برضه تلفزيونيه.
قال لك احنا اخترنا حسين لبيب رئيس لجنه الكره في الزمالك. يا حلاوه يا حلاوه يا بقلاوه، يعني رئيس فاشل للزمالك ورئيس فاشل للصفقات، وصفقاته مع انبي الاغرب في تاريخ الانديه في العالم، دلوقتي هو رئيس لجنه الكره. طب هنفترض جدلا ان حسين لبيب رئيس لجنة. طب مين لجنه الكره؟ يعني ممكن يا اخ هاني شكري انت او لبيبو اللي بيخاف من بيبو تقول لنا مين لجنه الكره؟ يعني لجنه الكره دي اصول ناس لعبه كوره محلي ودولي، لجنه الكوره. طب لبيب ده بتاع كره يد، ماله يبقى رئيس لجنه الكره؟ واذا افترضنا جدلا بحكم منصبه اللي جه في غفله من الزمن ورئيس نادي الزمالك، هنفترض جدلا ان هو يبقى رئيس لجنه الكوره، ماشي. فمين هي لجنه الكوره؟ ده تصريحات عضو مجلس الاداره بيقول لك ان احنا خلاص عيننا رئيس لجنه الكوره ايه. وكمان يا عم قال لك لا، ده في كمان عندنا احمد سليمان مشرف عام على الكوره. يا حلاوه. وحسين السيد مشرف على قطاع الناشئين. تحس ان هي تركه بيقسموها على بعض وبيلعبوا بالاخر بالجمهور وعايزين يخربوا الدنيا. ده حاجه يعني كانت صادمه جدا جدا. ثم خرج علينا السيد حسين لبيب ليله الامس بعده موضوعات وتصريحات في التلفزيون، قال لك ان يعني المجلس الاداره الداخليه شغاله وان عندنا فكر خارج الصندوق، واحنا كمجموعه كبيره زملكاويه بنسعى لكل مش عارف ايه الكلام اللي هو قال لنا عليه من قبل الانتخابات ورجع لحسه بعد الانتخابات، وكل واحد ماسك ملف و و و شوفوا بقى كل الهكس اللي قاله ده. قام رازع لنا واحده في النص قال لنا ما تستنوش يعني ما تحفلوش بالسوبر والملايين اللي داخله، ده احنا عندنا ازمه قيد يوم 4 اكتوبر، ايقاف قيد جديد. ده لبيب في تصريحات تلفزيونيه عشان يسك الزملكاويه ويخرسهم على الاحتفالات، عشان طبعا بيبو زعلان منه، ازاي تاخد السوبر؟ ازاي اللعيبه تطلع رجاله؟ ازاي الجمهور يبقى مبسوط وانا جمهوري ينام زعلان؟ قال لك يوم 4 5 اكتوبر بالكتير في ايقاف قيد جديد عشان عندنا فلوس شمبونج ما اتدفعتش ومش قادرين ندفعها. اصل الفلوس اللي جات لنا من الكونفدراليه حلينا بيها مشكله خالد بطيب. هذا هو لبيبو رئيس لجنه الكوره البخيل الذي يجلس على مقاعد الزمالك طالع يغم جمهور الزمالك ويوقف احتفالاته. ويقول لك ايه؟ ما تنتظروش جديد، احنا عندنا ايقاف قيد يوم 4/5. على فكره اللي مش مصدق يروح يسمع تصريحاته. انا بسمع وبحلل، ما باخدش الهجس اللي بيقوله على الفاضي، ده هم راجعين ب 2 مليون دولار ومستني ان يوقفوا قيد علشان كام الف بتاعت شمبونج. يعني وهم رجال اعمال وهم مليارديرات. عجبت لك يا زمن. ننتقل للسيد مرتضى منصور. السيد مرتضى منصور طلع لمح لفيديو امبارح وبعدين طلع فيديو سياسة. زي ما قلت لكم الفترة الأخيرة إن مرتضى منصور ممنوع من الكلام عن الرياضة وما يعملش فيديوهات عن الرياضة، بيسيبوه يتكلم عن السياسة. طلع بيقول لك فوق يا أمة العرب من النوم، الدور على مين؟ فات الميعاد، الفرس والمش عارف الأمريكان، إسماعيل وحسن. أنا بصراحة ما سمعتش الفيديو ولا عايز أسمعه. ولكن في نفس التوقيت اللي طلع عمل هذا الفيديو السيد مرتضى منصور زعيم الأمة، وهو شايف نفسه دلوقتي زعيم الأمة وأفضل من السيسي، بيتكلم أحسن من السيسي، في فيديو انتشر بصورة خطيرة جدا جدا، جزء تسريب من مكالمة تليفونية للسيد مرتضى منصور ما بنعرفش يتكلم اللي هو مين، انتشر كالنار الهشيم بين الناس المثقفة والناس الإعلاميين والناس اللي تعالوا نسمع، ويا ريت حد يكتب لي هو بيتكلم اللي هو مين وإيه الموضوع. نسمع الفيديو ده، يعني مش هو يعني الفيديو اللي أنا بجيبه ده مش الفيديو اللي نشره مرتضى، ده فيديو تاني مسرب ليه لمكالمة تليفونية، جزء صغير وبيتكلم لغة معين وبيقول له حاجة معينة عايزين نفهم. دلوقتي ايوه في حصل هيحصل كارثه، انا بقول لك وحياه المصحف يا ست اللي هو هتحصل كارثه مين بقى هو؟ دلوقتي مين اللي هو اللي بيكلمه؟ ايوه في حصل هيحصل كارثه قول عايز تفصل. وحياه المصحف يا ست اللي هو هتحصل كارثه دلوقتي. ده الجزء المسرب من مكالمة تليفونية للسيد مرتضى منصور وبيقول له يا سيادة اللواء، ما نعرفش مين اللواء ده، بيقول له هتحصل كارثة. أنا بصراحة مش فاهم يعني إيه الموضوع، كلم مين اللواء ده،
الكارثه اللي فاهم يكتب لك، يكتب في التعليقات، وهناخدها برضو النهارده مسابقه اليوم. اما الفيديو اللي نزله سيد مرتضى منصور فانا بصراحه يعني مش عايز اسمعه ولا عايز اتكلم فيه. اشكر حضراتكم كتير جدا جدا جدا، يا اجمل واروع ناس الكون، واراكم على خير غدا باذن الله.